وصل للآيباد أحد أفضل تطبيقات المونتاج والتلوين دافنشي ريزولف 18، التطبيق بواجهة شبيهة بنسخة الكمبيوتر مع نواقص أكيد، لكن الموجود يعتبر ممتاز. أول ما بتشغل التطبيق بيعطيك تنبيه، التطبيق شغال تمام على نسخة معالج الام 1 والام 2. عندك نافذتين في التطبيق، نافذة للكت ونافذة كلر للتلوين. والحين ركز معي واقلب الشاشة. من هذا الخيار Import Media تقدر تختار المقاطع اللي تريدها من iCloud أو من هارد ديسك مربوط مع الآيباد أو من أي مكان آخر. اختار الفيديو اللي تريده وبيعطيك تنبيه إن فريمات الفيديو اللي اخترته ما نفس سرعة فريمات المشروع، ممكن تغيره أو تخليه بدون تغيير. وإذا حبيت تعدل في إعدادات المشروع اضغط هنا وتقدر تعدل أشياء كثيرة مثل القياس، وإذا تريد الطولي من هذا الخيار، وتقدر تعدل سرعات الفريمات وأمور كثيرة ثانية. والحين من هنا اسحب لتحت عشان تبدأ في الشغل على المقطع، ومن هذا الخيار تقدر تمشي يمين ويسار، ومن خيار انسبكتر تقدر تغير أمور كثيرة في المقطع، تلفه أو تغير قياساته، أمور كثيرة بنتعرف عليها مستقبلا. ومن هذا الخيار تقدر تشوف الفيديو بشاشة كاملة. ومن هنا إذا بغيت البرنامج يشغل لي ملفات البروكسي وقت الشغل أو الملفات الأصلية، وهذا الخيار لتغيير قياس الشاشة للقياسات المعروفة للسوشيال ميديا، طولي عرضي أو مربع. وللوصول للانتقالات تضغط هنا، وعندك خيارات كثيرة، وأي شيء تريد تستخدمه تقدر تسحبه في المقطع إن كان بداية أو وسط أو نهاية. ومن خيار تايتلز تقدر تضيف الكتابة، وعندك كذلك حركات كثيرة ومتحركة جاهزة. ومن انسبكتر بإمكانك عاد تغير شكل الخط واللون والحجم وأمور كثيرة. وإذا نروح لشاشة التلوين هنا الشغل قوي عاد، ومن هنا تقدر تضيف النودز، اعتبرها كأنها طبقات للتعديل. ومن اليسار عندك لاتس كثيرة جاهزة للاستخدام، اختار اللي تريده وممكن تطبقها على طبقة النود اللي عملتها. وتحت هنا كل السحر يصير، تقدر تلون على كيف كيفك، واكيد في خصائص كثيرة ثانية. ومن تخلص خيار اكسبورت لتصدير الملف بالصياغة الجاهزة الموجودة، او تقدر تصدر مباشرة ليوتيوب وفيميو وغيرهم. الشروحات القادمة بتكون مقسمة ومرتبة عشان تطلع محترف دافنشي. لا تنسى النشر والاعجاب. شكراً.